دعودي يلوحا لغاري حلقي أدنى للداون لهيدين National and International News National and International News brought to you by Dora TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دادوينا الصومالية ايكونول مقالة لندن وحنو بشارينينا إن ليم إسكيل أكاديمي أي هاتن مركل أي إذين بلابين كورسوينكي كيركا أي مركاسي داد بضن أي سندكي أي نسود أفني آد أي كيغفة إذيستين ليم إسكيل أكاديمي هاتن وحاو إذين هيا كورسوين بضن أو مركاسي آد كفة إذيستين كرتان أي كيركا ووهري سيدوكالي إنجليش إيسل نوعا لو يقان أما إيسل إنجليشكا أو لوغفة إذين يددكا لقدود أي سن إهين لقد كوباد أي إنجليشكا سيدوكالي ماد فكشنال إسكيل ليبل 2 إنجليش فكشنال إسكيل ليبل 2 إيادنا سيدوكالي وحاكا عاوينيان هدي دونيسو إن أد كبيرتو جامعة ده ودن كان بريتن والتر موغيشا أيا مركاسي أرنتان إذن كعاوين دونا فرصدن وفرصدين لبادان وسو قد بنو برشادو كنول مغالا ده لندن أي ودن كان إنجريسكا دي دونيان إن أي وحبرشادو ده أو قدبتو وحبرشادة سارة إلا إيو يونيفرسيتي أما مد أد دونيسو إن أد كوشا قيساتو أدنا كغبت بادو شاقوين كاسيدا قصبكا أي كوو ديريان جوب سنترادا فضلا هدي أدو بهانتاي معلومات إنتاني كبادن كون سابسن ليم إسكيل أكاديمي فضلا نقل السحرير تلفن كا إي عنوان كهاتن شاشادة كاقا موغدا و ليم إسكيل أكاديمي أوكوتالا باريقا مقالة لندن حافظة ليتن ستون ليم إسكيل أكاديمي إي سالم لورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داود ياشين شرفتها إيا قيمها له ميل والبا أد عالم كأدنا قد داونيسان كسو دوادة ناشنال أن انترناشنال ليوز وهبين كان عاوي تاريخ دو تاي تضبادة بشا دي الحج السنة كون أفر بغل يا أفرتن إيا لحظة إيا هجرية دا إسلام كلانا مدأة سدحي تبان كبش جولاي سنة كلابادة كون إيا أفر إيا لباتن كداود يال وركين هبين كان عاوي وحان كسو قادن دونا ما دام الله حيري اسكول لذا كالدوان اي ودن كان بريتان اقر كا ستمان كفودن وسو هيا ايا وحال فيليا ان راي راح قاركود لغي ابو ان اي حيلي خوري اي ودن كا اي كبحان اسال مركاسينا اي اوكين سندونتو ان بنالتي اما لنقناحو او اسكول لذا ودن كان بريتان سيبو وساردو وحبرشادو اي قوان اي كوغارتي ان لنقناحو راي راها مركاسي حيلي خوري كتاقي اسكول لذا سيدوك لها وراركين هبين كان عاوة أهو حاقن كسو قادن دونا أرنتا وكساب سن محابيستا لغسي داينا يو حابسية دو كويا لو ودن كان بريتان أو أي دولد أي شاكتاي إن لدين دونا دادكا ويران أفرتان بقل كيبا قوتي حيليغ أي حرنان لهايين أو أي كو حرنان لهايين حابسية دو واوين أي ودن كاني وركن هبيك العاوة وحام أن كسور دو قبل قبين دون حالة دا بريقة دا حسيبة ودن كا إسرائيل ويرد وكوها يقزة وأدمو دو إن داد بدن أي كسي لأنا يعني إسلا مركاسنا ودن ماد عالم كا أد دريميسو إني هاتنا إسكاد داوانا يعني حالة دا قزة ورنتي أي تلفشنا دبا بدن كود أي اللوين سبحان الله داود يال سيدا يدون تباها تي وراركين هبين كان عاوة وحان كسو قبل قبين دونا أريمها بلشادو أن دونينو إن أن بلشادو كونول ودن كان بريتان أمو شاقنو ما داما لحيري إسكولي دا كالدوان ودن كاني إن أي كبد بادان بانلتيق أما قناحة دوكسيادا إيو قوباها كالي وحي عرورة أكوبرتان إن إي حيلي فوق أما حيلي كهر أن إراه ده حيلي يدا فسحة أي ودن كأي كبحان داود يال وررك إنت آنن أقود قلين وحندوني يا إن آد إلو ذاكتان السيدة أدلسعتان
خيرka iyo wanaaga ayaan ku bilaabaa wararka wadankan Britain oo runtii aan inta badan ka hadlo arimahan islaayay bulshada waa ay ka faa'iideysan doonaan Masjidka Al-Rahman ayaa muddooyinkii dambe howl culus aan runtii ka haynay 4 bisha May ayaanu bilaabnay masjidkan dhismihiisa isla markaasina masjidkan dhismihiisa ayaa waxaa ka qayb qaatay dad aad u tiro badan oo runtii aanan lagu kala harin hooyooyin aabooyin haweenka Soomaaliyeed noocyadooda kala duwan ama qaybahooda kala duwan sidoo kale waxaa masjidka dhismihiisa igala qayb qaatay caruur aad u daayo runtii oo qarkood bokod manigooda dhiibtay si ay markaasi ay u xusuustaan aabahooda dhintay ama hooyadooda dhimatay waxyaabaha aan isku baraarujinayna waxaa ugu horeeya in ay ubadka Soomaaliyeed ee aadka u da'da yar ay bartaan xilka ka saaran haddii waalidkoodu ay geeriyoodaan anagana maxaa mas-uul noga ah ama dusha naga saaran haddaan nahay parentiga haatan nool inaan caruurta aan u iftiimino u fududayno in ay markaasi la qabsadaan in ay bartaan waxa la yiraahdo sadaqada jaariyada sidoo kale caruurta waxa aynu xoog u saarnay in ay bartaan cibaadada sida markaas caruurta aan ku soo jiidan karnaa ayay ugu horeysa sheekada caruurta sida ayaan ku soo jiidan karnaa caruurta waxaan ku soo jiidan karnaa qalbi furan ugu horeyntii haddaad hooyo tahay iyo haddaad aabba tahay labadaba haddii qalbigaagu uu yahay qalbi furan oo nadiif ah ubadkaasi waxa ay ku korayaan farxad iyo wanaag caruurtaada haddaad la sheekaysato caruurtaada haddaad waqti aad geliso caruurtaas waxay noqonayaan caruur runtii ku kora raxmadda iyo wanaagga sidee doontaba ahaatee caruurtu waa muhiim caruurtu iska dhal oo kaliya maaha caruurtu waxay u baahan yihiin korin aad u qurux badan caruurtu waxay u baahan yihiin in laga warhayo xaaladooda halka ay mar waliba ay ku sugan tahay sidaasi darteeda yaanan u gudbin dhankaasi caruurta caruur sadaqo soo dhiibatay ayaa jira oo runtii pocket money-gooda yiri mama ama daddy ana loogu daro 10 baan 3 baan 4 baan adeer oo masjidka dhisa way isoo gaartay runtii ubadkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan kaga baryaya inuu cilmiga ilaahay u furo ilaahay subxaanahu wa tacaala ubadkaasi waxaan kaga baryaya inay noqdaan kuwa waalidkooda dadkooda iyo dalkooda intaba anfaca caruurtaasi runtii ku dayashada mudan ee lacagta yareed ee pocket money-ga sadaqadu jaariya aabahooda dhintay iyo hooyadooda dhimatay uga dhigaya waa wax runtii jirka oo ku danqanaya markaad aragto 3 jir 4 jir 5 jir ku dhahaya adeerkii masjidka dhisaya laygugu dar masjidkan xaalad waliba oo soo mara 4 bisha May ayay ahayd markii aan bilaawnay laakiinse haatan maanta waa la qori dhigayay qoryihii lagu dabooli lahaa ayaa order noqday waayo qoryaha masjidka lagu xirayo waxaa loo baahday qoryo aad u waaweyn oo markaasi maadaama gobolku uu yahay gobol xeebeed qoryaha la gelinayo waa inay ahaadaan qoryo aad iyo aad u waaweyn isla markaasina muddo dheer celin kara kadibna qoryihii markii la keenay waxaa dhacday in la sumeeyo qoryihii waayo waddanka iyo meel kasta caalamka aan ku noolnahay agool waxaa gala wax la yiraahdo soomaaliga waa iloobay hal isoo qor geedka cunaya qoryaha maxaa la dhahay I'm sorry kulli waa saxsusid abor yes abor ayaa si fudud ku gali kara isla markaasi waxaa dhici karta in roofka uba ka soo dumo aborkan wuxuu ku xun yahay hadduu hal meel uu ka dhasho waa uu wada maraya geedihi oo waxaa la bilaabay in la raandeeyo raandada waxaa la lahaa in la nadiifiyo qoryihii isla markaasina la sumeeyo waxaan ilaahay wadaagayaa alwaaxda markii la dejinayay iyo markuu gaariga uu keenay waayo mar waliba waa idin sheegaa wax waliba waxa weeye itus oo itabsi oo ulajeedadeeda ay tahay qofka walaalka markuu shilin u soo dhiibto waxaa loo baahan yahay shilinkaas in aad tusto halka uu ku baxay
dad badan ahlo qeyd waxay yiraahdaan yalla isheegin lama sheegay laakiin anaga waxaan ugu waajiba in aan dhahno walaal iyo ahlo qeyr ama hooyo sharaf badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay soo waqafatay lacagtan way wixii ma qurux badnaana hadii aan wax walba la soo diro oo aan iska aruriyoon arur isma waxaan baabiyay ama telefishinada Soomaalida ee UK ku yaala baabiyay wax kale ma majid baalad isayala kisalama uga majidkaas halku ku dambeeyay sidaas darteeda alxamdulillaah ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh dadka ahlu qeyrka ee qeyrka iyo wanaagga ila wadaaga waxaan doonayaa inaad ila dhageysataan kilib yar oo ugu horeeyay kilibkii maanta waa maalin sabti una deegan yahay ko 13 bisha julaay 2014 una deegan dadwada bisha muharram kul 4.8 ilaahay subhanahu wa ta'ala fudayo wayarkayga saalim salaadore alwahda waa ka bakhaarka ka soo qaadi alxamdulillah rabbil alamin asxaabi walaalkay umar abu bakr umar barakale af soomaaliga sabab isku cuslaada laakiin mid baa idin sheegay waxa uu idin yiri waa idin fasiray dad baa yiri wadaadku sukar leh war af soomaaligu meel kasto nooc baa lagu hadlaa waa soomaali uun anigu waan fahmaa adiguna waa inaad fahantaa maanta oo taariikhda sidaas tahay waxaa la keenay masjidka alwaxiidii waaweynaa ee markaas masjidka lagu dhisay maasha allah taasi waxa ku sii xigtay markaa kilibka waxa ku xigay ilaahay idin barakeeyo markii la dejinayo halkayga saalo saalore oo le dal waxa la xareenoya maasha allah qolkii museenka ku dhigan oo guriga diriska aan ku xareenona wali ayagana xamaasadooda maasha allah lama soo koobi karo alxamdulillah sida doonta ahaatee masjidka qaybtii kale ayaa loo gudbay oo runtii in aynu daboolno in aan howlo badan aan sameyno in isbiikaradii laga soo gado waddanka isku taga Imaaraadka Carabta arrimahaasoo idil waa ay dhammaadeen alxamdulilah waxa weeye ilaah ajir xasanaadaha ka siiyay masjidka aad buu weeye wuxuu noqonayaa masjidka labaad ee ugu weyn magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose weligiina ha ka niyad jabina dhismaha masjidyada masjidku waa baytullah xitaa haddu hal qof uu ku dukado ajir xasanad ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka siinay baytullah weligiisaba dhulka ma dhaca waan idin sheegay mararka qaarkood waxaa na soo gaara hadallo qalafsan laakiinse weligiina mid baan idin sheegaya hadalka qalafsan weligiina ha qaadanina dad baa waxay dhahayaan magaalada Baraawe 100 masjid baa ku yaala aniga 111 baan ka dhigayaa 100 ilaa 115 waayo baytullaahi haddii qof uu soo waqafto de waajibkana saar waa in aynu dhisnaa laakiin haddaad niyad jabto runtii waxaa dhacaysa qofka inuu markaasi ka niyad jabo baytullaah dhisitaankiisa yaala niyad jabin masjidka daboolka ayaa bilaabmay runtii kumanada qaarkood ma qurux badnaa laakiin se ila eega kumanada qaarkood waa sida qofkii ku yiraahda baytullah oo la dhisi lahaa ka soo horjeesta waxaan hooshiisa u daynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigii ilaahay oo la dhisayay waxa weeye in laga qayb qaato dhismihiisa meesha doonta magaalada marka ayaa ku dhashay waxaan garanayaa guriga aan anaga aan marka ka deganeyn afartiisii dhinac afar masaajido oo kala duwana ku yaala afarta masjidna salaad kasta waa la buuxo waa lagu dukan jira ka waran qofkii marka tagay xaafadda Buulajaan qofkii garanaya tag luuqad marti dad ka lixita masjida ku yaala masjid kastana salaatul subax duhur casir maqrib cishwa u buuxa magaalada marka aadaanka markuu dhacayo guryaha waa ay jiran jireen waayo afarta dhinac masaajida ku yaala marka in aan ku tartanno in masjidyada la dhiso waa kheyr iyo wanaag laakiin sida socda dad baan jeclayn in masaajidahada la dhiso subxaanallah I don't want in a critical girl laakiin fadlan waxaan idinku karbaashayaa hadalladaa soomaalidu waxay tiraahdaa afkan afkaa celin waa ala kaa goy
أفكان أفكا علين دواء لكا قوي كمنا ذا قلدان ذاتك السوخورية فضلا وبيت الله انت هسان إذنك قبحية داودي يرسل هذا السعطان وذن كان بريتن وحا لقاري حيليقي لقبا قبين يي اسكولا ذا كالدول اي وذن كان بريتن كوبا هوس كوبا دحي ايو كوبا السري اسكولا ذن ايا رونتي ارديدا وحا اي سوخاتين حيلي فوق او مركاسي وحبرشاد اي كجرين لقبي لاو بشي سبتمبر اي سانتك اللابادو كون اي سدح اي لاباتنكي عرورتا اتكو ادادية كوبا دادا دحي ايو كوبا دوكسيا ذا السري قاري انتبا وحا اي وقتي ادي اد ادير اي قليين ان اي وحبرتان وحا اي سومبرين حلي يقبوب او هاوذو اي ادي اد اقبوبيد برف دأي روب او دأي هو يكستو او سومالييدنا اي مركاس اي كحيني سي اي نقيني سي اسكو لدا اي ارديدو اي وحا اي كبرتان وعروته هاتن وحا لقاري حلي اسكو لدا سلحري والد والبا او كنول ودن كاني وحا اي عرورتي او دياريين قار بدن او كميد اه اني اسكو لدى عرورتو دا حيليق او حريه اي او دياريين هولدي اما فسحة يغو مركاسي لحظة او حرتي عرورتو دا اني اسو نستان نسشادان فايدة دا وين اي لايه دا هاي انت آنن قدق جلين وحان دونيا والد كالسوماليه دا ارير يوكي عرورتي انا يسان ودن كا كبحين كهور حيليقة آن اسكولة ذا لحيرن ها دي آد كبحي سانا فضلاً وإن آد أربط غريسا اسكول كاي عرور تاسا اي لغان سي ايسان أبسنتي ايسان أقادنين أبسنتي غاسي عرور تا مدي بيسو لكن سوالد كاللسوعدة إن شرعيقة لأت كيي او عرور تا ها دي حيلي اسكولة ذا اي فريهين او اي معلمينتو اي إيمان يان اسكول كا عرور تاسا لغناحي دونو مالين ها طلبو مالمود ها تسدح مالمود ها تو قفك ها دو صهر مرسدو قيمة ها تيكيت كا ايا لغا يابا ان او جبان يحي لكن سي ان اد مدح اديك تو او دقن اديك اد استعماشو تيرا ها دو ورسدح بدي مالمود ودن بيسوهي اي عرورتا انسكواتو تاسوحي كانيسا ان لغو قناح فرصدا سير او كليا ايا با دولد اي كفا ايدي ستاو انتا سو مليان او بان اي وساردو وحبرشاد اي كسو قشا جناحا لجناحا يا والدين تا قبي اهان كنول ودن كان بريتان هادي انا المركاسي السيداس انا لسمينين وايو والدين تو ايد الوحا اسكا قد اي سانيا اني عرورتا اسكا وطان او اي مركاسي عالم كالكي قيبيس كالدوني اذان marka fadlan waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool waddankani caruurtooda ay dhigtaan dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sareba waxa aan ku boorineyna in hadii aad doonayso in tikidkaaga aad soo hormarsato fadlan u sheeg dugsiga ama iskuulka ay caruurtaada dhigtaan si markaas lagu siiyo permission aad tikidkaaga aad ku goysato hadii kale ganaax ayaad isku diyaarinaysa teeda kale xigta او جناحة اي اماني سوحا ويه سو نخشة ده سو مالي ده انت بدن ديبك اووواني هاي سوحا ويه هولد ده يدا عالمك اومد اي اذان واتبن مالمود واتضبو مالمود لكن سو مالي ده ما بقوعن تمو عدوال بوحا ايدونيسا لباتن الى اي صدن مالمود ان اي فسح اجران كومي حساب تمان هوتيلك اي صدن كمالمود اي جوغيان انو العقيه كومي حساب تمان لعاك ترب بدن عرورتي ان اي مالي والي بوباهي انا تسوري جسما انا هوتيل كويس كومي حساب تمام تيكت كاد جو سنس حيل يسو نخنس انو فير اكسبنسيف و سي نخن دون هدي وقتي ولو سي ديري وحيابها سو اذن قدب بالغا دوني او خرع بعرورتك دوني عشب بالغا دوني او تيدك العرورتي او باين قوبا لقي مركا صدم مالمود او ودم او لايدا حالا دهاتا لو جرو انا العرورتي او ودن كدبت دي ساد كويس وامي هدي دول كهوي اد اديسو صوماليا هدد اديسو وارنكال او ريرك انت العرورتي كل حد اديسو ayaa danaha gaarka aad iska qabsanaysa ama reerkii caruurta ku jiraano de walwal kuma hayo laakiin intaad wado Dubai aad geyso weather kale aad u kulul yahay aad dhahdo saddex maalmood aan joogayo hotelka waa very expensive taasi ma soconayso nolosha oo ay kugu adkaanaysa sidaas darteeda inta badan saddex ilaa afar maalmood oo kale iskuulka marka la furo ay caruurta ay ku haynayaan wadamada dibadiisa taasina ganaax ayaa lagu dhufanayo waa la ganaaxayaa ووالدك لما داس الشيء وإن لقى تحدره وبهتان كهره إيو دي بودعه هولا ديقه لما داس الشيء والدك وإن يكو فكرا
waalidka hadaysan ku fikirin labadaas dhinac dibkeeda beelada marka fadlan maadaama la galay sitimaankii ugu dambeeyay ee dugsiyada kala duwan ee waddanka Britain imra dhamaaday daciib laguma sagootiyo Soomaalidu sidaas ay tiraahdaa caruurtaada xilif aad u dheer ayaad ku soo xarbinaysay ku soo dadaashay san dhicin in markaasi aad la degdegto oo aad ganax aad mutaysato sidoo kale waalidiin badan ayaa caruurtooda GCSE-ga u soo dhacda ama A-levelka u soo dhacay bisha August kuwa GCSE-ga dhib ma laha oo marka horeba waa caruurtaas waxay abaalgareeyeen haddii gradekooda uu fiican yahay in ay college-kii ay dhiganayeen ay sii joogaan oo wasaaradda waxbarashada way ogtahay in replacement-iga ay diyaarsadeen caruurtaas oo halkaas ay joogayaan ama ay college kale aadayaan waxa ay ku xiran tahay labelka uu wiilkaaga iyo gabadhaada ay ku baasaan hadday caruurtaada labelkooda uu yar yahay iskuulada qaarkood ma ogola inay la sii joogaan waana tan inta badan dhacda in caruurta Soomaaliyeed qaar badan oo kamid ah oo dadaalkooda uu liitay in markaasi iskuulada ay yar sabanka ay ku bilaabeen aysan sii joogi karin waa in ay aadaan college-yo laakiin wiilkaaga hadduu gradekiisa uu fiican yahay oo uu ku baasay 9 oo ugu sareeya 8 7 6 5 oo ku baaso iskuulada qaarkood 5 kama ogola oo waxa ay qaataan 9 8 7 qaarkood 6 aruurtaas waa ay haystaan si ay markaas ee labada sano ugu dambeysa ee preparation for university ay u sameeyaan aruurtaasi iskuuladooda ay joogayaan iskuuladoodii ayay joogayaan marka fadlan haatan way dhamaad xil aan idiin dhaw caruurta hala bashgaray already imtixaanada ayay galeen waxa la sugayo waa resultigii marka fadlan wiilkaaga hadduu A level u yahay GCSE waa idiin sheegay haddii wiilkaaga ama gabadhaada labelkooda uu fiican yahay iskuulkay dhigan lahaayeen horey u sheegteen waxaa dhici karta mar waliba waxa qurux badan iskuulka caruurta haddii ay hayaan in ay A level ee iskuulka ay ku diyaariyeen waxa u qurux badan heetijirku uu ka sayay macallimiintu uu ka sayay adiga aabaha hooyadana waxa ku wanaagsan iskuulkii ay caruurtaada ay ku koreen in ay jaamacad ay ku aadaan laakiin inta badan mararka qaarkood waxaa dhici karta wiilkaaga ama gabadhaada inay imtixaanada ku dhaceen waddankan waxaa la yiraahdaa waddan la yiraahdaa ha socoto oo waalidka caruurta waalidka haddaysan intelligent ahayn waalidku haddaysan fahamsanayn waxa la yiraahdo waxbarashada waalidka ma ogaan karaan caruurtooda inay imtixaanada dhacaan marka ay yaryihiin primarka u yihiin wiilkaaga markuu primarka u dhiganayo ama primarka u dhiganayo dugsiga hoose saasaanta ayaad ka dareentaa waayo saxsaxada roobka waxaa lagu ogaadaa sifaha hawada ayaa lagu ogaadaa oo maxaan ula jeedaa de waa sheekadii bakaylaha bakaylaha waxaa la yiri war bakaylo maxaad la qarqaraysaa markaasaa wuxuu yiri waxaan la qarqaraya roobka haatan igu daay oo la qoyay aan jirkayga la qoyay maane ka soo socdaa soo curtay ayaan la qarqaraya ayuu bakaylaha yiri caruurtaada inta ay yaryar yihiin waxaad aad dareemaysaa caruurtaada intay yaryar yihiin waxaad dareemaysaa in uu talent u yahay ama in uusan talent uusan ahayn haddaad dareento inuu wiilkaaga ama gabadhaada aysan talent aysan ahayn fadlan waxaad geynaysaa tuushanada waa la soo kabaya timetable-ki baa laga soo kabaya luqadda ingiriiska baa laga soo kabaya cunugu waxa uu noqonayaa xitaa wiilka ama gabadha waxa ay jeclaanayaan in ay wax bartaan waa marka ay helaan support laakiin wiilka iyo gabadha haddaysan support aysan helin yaraantooda waxaa imaanaysa in year 4, 5, 6, 7, 6 and gaar ilaa year 7 wiilkaaga ama gabadhaada waad dareemi kartaa heerka waxbarashadooda hadday bushgareen u baahan yihiin waa inaad bushgareysaa markaa markuu gaaro year 6 imtixaanka sadka caruurta laga qaaday aad buu muhiim ugu yahay nolosha wiilkaaga ama gabadhaada markuu sadka uu fadhiisto imtixaanka laga qaadayo wiilkaaga iyo gabadhaada waxa ay noqonayaan kan ay markaasi yoolkii ay rabeen waa yoolkii ay rabeen ay ku gaari doonaan
oo ah year 7 markoo dugsiga sare wiilkaaga ama gabadhaada ay tagto durbadiiba year 7 ka waa la kala qaybinaya caruurti waa la kala saaraya wiilkii level ka fiican ama gabadhii yareed ee level ka fiican ku soo baastay waxaa la geynayaa high tier waxa la yiraahdo waxbarashada sare meanis xisaabta loo dhigayo wiilka yar ee imtixaanka ku soo dhacay oo foundationka ah buug foundationka la siinayo iyo kan kale ee high tierka wax ku baranaya hal galaas ay wada fariyaan laakiinse galaaska xisaabta marka la galo caruurtu waa la kala saaraa timetable bay wataa caruurti timetablekaasi waxay qabaan room general ah oo 30 arday ay fadhiyaan 30-kaas arday hal qol ayaa lagu soo wada shubaya waxbarashada dugsiyada sare laakiinse galaasyada ay kala galayaan nambara waxaa la leeyahay saliim waxa uu galayaa galaaska 13S 13S ayuu galayaa marka 13S waxaa dhigta ardayda liita oo foundationka marka aw saalim wuxuu aadaa foundationka galaaskii caruurtii liidatay ayuu aadaya gabadhii ku baastay level fiican yar sigiska waxay aadaysaa high tier ama ardayda loo diyaarinayo inay sameeyaan A ilaa A star oo la doonayo inay ku biiraan jaamacadaha ugu sare yar sabakii ugu soo bilaaban dugsiyada markaad aragtid rankiga la sameeyay ay u kala sareeyaan ardayda dugsi kasta isaga soo dhista marka dugsigu wuxuu ku xisaabtamayaa ardaydii yar sigiska ka yimid ee yar sabankii ma kuwooda talantaga ahaa macalimiinta ugu fiican ee maadka iyo fysikiska iyo chemistriga iyo biologiga ayaa u dhigay samagar ardayda kalena macalimiin fiicanaa u dhigaysa laakiinse wiilkaagu waa foundation marka mar hore ayaan waxaan idin sheegaya oo aan idin sheego hadda ka horna caruurtiina waqti siiya ay waxay ku bartaan siiba markay soo gaaraan year 4 year 5 year 6 intaasi sano aad bay muhiim ugu tahay caruurta waa halka aan ka jabnay marka anaga haddaynu soomaalinahay reer UK caruurta waan u labisaynaa iskuulkii ayaa la geynayaa waxaa lasoo barteen la leeyahay ilmihii garab ma haystaan aabe saacida ma haystaan oo intuu tableka la fadhiisto bara xitaa niyadda u dhisa wiilka ama gabadha daadii dhegayso waa istuu taamisto adi ma ka seesid xitaa laakiinse iska weydo warqaday kugu qoran tahay 2x2 daadi 4x4 9x9 waa ogeeday soomaaliya farahan aligato ma jira times tableka in aan ba qasab ku baranno ra-iisul wasaarihii hadda xilka laga riday rishi sunak shuruucdu ku soo rogay ee dhanka waxbarashada waxaa ka mid ah in caruurta times tableka la baro waayo times tableka waa furaha xisaabta key of math haddaad maqasheen waa times tableka laakiinse waxaad arkaysa caruurtii times table la mara africa iyo wadamada asia chinaha dhulkaas haddaa aado caruurta waxay u badan yihiin times tableka aada loo bara marka fadlan waalidiinta caruurteena sidaysan u niyad jibin oo imtixaanka way dhaca loo dhihin waxaa loo baahan yahay in caruurta lagu saacido intay primariga ay dhiganayaan haddii wiilkaaga ama gabadhaada ay ku baasaan gred fiican saddexa loo kala qaybinaya waa qayb hoose oo intermedium ah ama foundation iyo qayb dhexe iyo qayb sare saddexdaas qayb caruurtaada ogow aabe ama hooyo markuu year 7 u galo year 7 markuu wiilkaaga galo aad aragtid in labelka weyda hooyo waxaa dhahdaa sid ku ogaan kartaa waxaad ku ogaan kartaa buugaagta lasoo siiyo buugaagta lasoo siiyo caruurta buugaagta lasoo siiyo caruurta asxaabay wuu ku qoran yahay labelka wiilkaaga gabadhaada fiiri kadibna gee tutuushan tutuushanka durbada warisaa fadlan xitaa isku daya inta yaroo dowladda siiso caruurtiina tutuushan ku geeya waa jaal banafadkeen
شافن قفك اللي قفل لما جوي ودن كان قفك قاته إلى اللحظة كن أوبان العقد ودن كان بريطانيا جالب نفط قالش خير الله سيا واي وحال الدنيا إن عرفت لغو بالسو وحن يجيبك نورد الصومالي وعرورتي نهاتن إلا بيبين وحاويرانتي أنكو إلوني عرورت ما باستي إبريس إيو جباتي إيو مشمش إيو دنقلو إيو وحس إنا تسي السماء عرورتا كريم بهايين This is have to work وان حريست أغوين وعرورت هاد أسمين كرتو إن أد بيسكي ساد بيستو سي أسن أو إلمينين مركو جيسيس إيه جيت حانكو سودا حيديقا سالة بيو إيو بر لوكال بحايا عنو قاقو إن ودمين أها إن كالي مالين تاساد أغان دون تا مركاد أرقتو إن اسكول كأيكوي رهدان سوري انترفيو كلمي يلنين وايو ويلكاق وأولي تا اسكول كنن لما جوغي وإن أد كولج أدرتا وامح مركا لباتادا كولج كولي لباتادا كولج كولي وحاوي كولجكا وحالو بولاد أخما يقف وين أوكالا عنو قانو وعنو بلو بسو كوري يران نمو اسكول كو برايمري وكسو بحايو دوكسر كويمن كي دوكسر كويمن دو حو كويمن جي سي اس اي كدبنا وحالك يهي قوب اي داد بادن او كواوين اي جوغن لما قبسل كورو جوي قانو لشاسي وي قواد كانيسا عرورتين واي اويان عرورتين واي دبيهين والد كل ما سعودان والب بلون قريان wax bulan garaynta damiinimada kamida waxa kamida ayilkiya kamida waxa kamida labis xumada ba kamida arurti dharkooda la toosineen ba kamida kabihi loogadayo dhinta ba kamida timihi aan loo toosineen ayaa kamida waxa soo dhan waxa iimaaneysa marka dugsiyada la keeno oo arurti arkaan inuu cunugan kale uu ka rafsan yahay oo ka baabsan yahay cunugiyona saaxanayno laga yaa marka leerta ay ku dhacdo iskoolada darashada baa loo furay إن أصحده صبح وحيا بعسو إدل وسر ووالد كست أصامار وأركي لكن سلوب بهاي إن أكشن سمير هو يوين إسكولا دكشقة أي أوك جرنا يا دبعت هذا عرورة الصومالية كوهاي ستة إسكولا دكلا الدول أودنا كان بريطن هدان لو أرنت أنا كهذا لو يوصي فوجانسة لكن س فضلا يدون يديك ويلك الصومالية دو إسكول كلا السعيرية أما قبل الصومالي ذو سكول كلاك السعيري وإبكينه مالين كستمر كليرا هذا بيرنت إيفنان أيا جرو أو مانيجمنتي إيني رهدان وار عرورة الصومالية ذو وحا أودرن أو نوها يستوحا وي إلمها تيشن كو ذا مجوغ مسكح ذو ذا مجوغتو إلمي الصومالي ذو وإي مقنيهين ومحي لمقيهين وعرورة وحا إي لمقيهين وقت لسيحنا حتى والدكم ما قرنا يعني وعرورته عنق انت تابلد اما موبايل لو سمي عاوردن او كجرا كقات تلفق عرورته هبيك عرورته كقات تلفق تايم خبو فريدم ها كجرا لكن سمارك تايم كالقار ورا انيقا بين اللي مشاقا عرورته اذا دي قبل ده هاد الجامعة دي اللي قتا كوبا كالواوين اذا تلفق اذا بينك يقول كي ويالا واي عمان أغا مقاضو دباتة أغا مقاضو اسمه دقال السنة لكن شرعي قال سامو كسو كريب لكن كي يكسو كرتي إيه هذا الجامعة ديك التوان كقاضة واي أبو حان لها تايم كي ورد ذا لقار الساعة ويسيحة نساء سيس جامعة الصبح يدو فري أو في نسكح ذا نادي فوائد صبح سلاة دقل كي يسو قال إيسا تلفن كي يقاضة نساء واي إيه ذا الأدنيني إيه ذا نهاتن هبي وكتاي إن لقا هاي تلفن لكن أنا وين عن تلافك عرورتك عرورنا دي كومس عنيس انت يريري هنا الربا انا لسو جنقاذا وسو قرار إلهي عرورت حفظه I'm not dictator لكن عنو كستا هو يوين بدن باكو جرعه الخير عرورتو ذا they know they success the life why وحي أهي هوي همبلا هوي لك افتميس عرورتي ذا هوي لش داكيس هذا ذا ور إيه آمس عرورت نا آمس وركن عنقو أت كان يا the end of teenage مركو early of teenage وحكله هوي إيه آمس why هذا إيه آمس ليجرت
سواح كلكم مسمين بس باسد أبو رتي دبتيك مسويس سوما مركز دتو حسلي ورسالم حب بس باسك الشاقة بس باسك أدو في عين دراشيك أسيها بكو نسي سوما هذا بس بس جدود أبو رتد بس بس جدود معنا يلا بكو صباح كليل بدن واي ويحب بس بدليه لوكو كوب حيوي هفلان إن أنت بس بس أبو رتو مجدا إنه أنا بأتك عن تدي قبل إيه السبي وحقول الجدا عرورت هذا أولا لكن أبو نحريس بدن هو يا فرندليا عرور لغو كوريي قلبي إيه هابنس لوف إرجالي راد ريالتي هنو قاعد مركب قلبي قاعد أفرطان بوكو جعلاني لكس أبي صمالي قو بدك واتو سونك واتو نلسو تمجر قب قع وريا بوف نلسينجر مجر تهد ماشان توقتيني تاين تمانين تسكر أربع دان وحاو عرور تالغا خادنا سعيد هذا كو تالا عرور تخار كو تهد مركي وينا دا وحكو ليا أبي هوي قيلتي بنا أدنوكو قيلني سين you know part of bullying in it أد إيب بولن قيلين جرت واب كان عنقق أهو شرعي قسودو يها أفهمي قاركود والاقو إمانا ما من داد أنا إنتي أي راي عيرا اللي بو خايدنا ويس داد ماني قو هولي دي قولي قيمة آدم ناك شو سلقي ما سوق قدن ويو لحق تيدا آوي والاقو يدنا He have right to ask you that, ma'am, and that. Okay, let the Lord ask for an ask of you, and ask it to us. Well, then I will do it. But he said, I don't know what the new generation is so sad. Yes, I will do it. Ashabi, Noloshu, wa inir. Waqtigu adbu su'ada. Ilai subhanahu wa ta'ala. وحن كبرينا إن والدين تينا إنت لمتي وإلهنا حرستا والدين تينا نورنا إله سبحانه وتعالى إنو إله سبحانه وتعالى ونا حرستا إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن والدين تينا جنة الفردوس الأعلى وكورابية إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا والدين تدا ذي الهوشين وإله أفض ذي إله سبحانه وتعالى ويلش الصومالية حبلها الصومالية وحنو برينا إنه جورك وفضة يا رب إلى سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن عرورت الصومالية عليسك وكهيسته قريه هذا إنه كذل خاد يا رب إلى سبحانه وتعالى والدك الصومالية هكذا يقو كوبا قرنس هذا أركا أجاذا وبتكودا أين نخذن كوا ونحرسته سيد والدين تين إنه كنا حرسين جرين إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن أولاد الصوماليين يعني خذان كوب السلاد أوجا سلاد ومهم إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا سونك يعني السلاد يعني السجود يعني الركوع يعني القنود يعني الصدق يعني إنت بينه إله سبحانه وتعالى ونجا أقبله إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا ما المها خير كبدن إيه لقليا يوم الشورى إذا خاركود مالين تسنين تا بريدن بأي سومي دونان يمالين تلباد أيام الشور أد بمهم أطهي إن لصوما لس حسوسي أصحابت أصحابتك الحسوسيان قفك أودا إن أولا بدا سمال مضو الصوما أد أد أي أوناك سنتا أجر كيد ما أبلاري إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنو نقال سيمال ما هاس خير كبدن إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا ومدينا إن أقلبي ذا سكو صدمه إلا سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنو شرطة إيا شهدانك ونغهي أصحابي مزيدك الرحمن وحو مريا حير آد آد ونأكسن إلا وحن كبرينا ذاتك أهلو خيرك إيقا لقي بقاتا لسمه مزيدك إنو أجر حسناتو كسي إلا سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنتي قفوض إي والدين تأها ووالد كوذو لنتي صدقة تجارية أسمي إنو إلهي وكأقبله والدكونا جنة الفردوس الأعلى وقية إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنو عذاب القبر نقهي إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنو عذاب النار نقهي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار ومن فنة محيا من مات ومن فنة مسيح الدجال
إلهي سبحانه وتعالى أن كم قلنا عذاب القبر ولا له عذاب القبر مقرح بدنا إلهي سبحانه وتعالى كم قلنا إنه إله عذاب القبر وأنا قوض هيا أصحابي أنت أنورك أن قبينين نسير أطلع سعطان نسبدل هذا ودن كان بريتن كان دعية waxaan idin kugu soo gudbin doonaa wararka kuwan xiga oo kamid ah dawladda oo go'aan ku gaartay in dadka xabsiyada ku jira siiba dadka 40% xiligii xirnaayeen uu gaaray in xabsiyada laga dayn doono ugu yaraan 4,000 oo maxbuus sidoo kale waxa ay dawladda ku dhawaaqday in ay wax weyn ay ka bedeli doonaan dhalinyarada jidadka nacasta ku gada way sheegeen in gacanta lagu dhigi doono sharciina la marin doono runtii dawladdu waxay bilaawday in ay runtii dhalinyarada dhankaasi ay wax weyn anti social behavior wax loo yaqaan ay wax weyn ay ka bedelaan ilaah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayna inuu san ubadkeena ka mid yeelin inta ku jirtana inuu ilaah subhanahu wa ta'ala uu noo badbaadiyo ashabay baagiskii cimrada magaalada London ilaa ay 4 boos ama 4 qofood oo keliya ayaa kaarsan waa baagiskii magaalada London intan ugu talagalnay magaalada London most sold out waa la iibsaday magaalada Manchester dadku ku nool baagiska dadka magaalada Manchester ka bixi lahaa oo si toos u tagi lahaa magaalada Jidda baagiska weli is available reer Manchester waxaan u maleynaa sanad kan samarka cimra ma aado yana umaleena marka hadaad reer Manchester tahay baagijkii bisha August 15 lana soo noqonayay 26 waa 10 maalmood magaalada Maka laga bilaabayo oo 6 maalmood ay 4 maalmood oo magaalada Madiina Almunawara hotelku uu yahay Sheraton Hotel oo 5-star ah Mona Leader Hotel isagana ku yaala magaalada Madiina Almunawara reer Manchester waa uu banaan yahay wili oo wili waxaad moodaa reer Manchester inay yar hurdaan haddii aad doonayso markaasi in aad soo cimreysato bisha August waa xilliga fasaxa lagu jiraa caruurtaadana ay geyso goobaha loogu talagalay inay runtii ay ku nastaan cibaadada kadib waayo caruurtu waxaan ugu talagalnaa maadaama iskoolka dib ugu laabanayaan inaan geyno goobo badan oo markaasi ay caruurta activity-gooda lagu sameeyo sida meesha geela lagu raaco fardaha lagu wado mootooyinka lagu wado aan tusna caruurta in cibaadada iyo labadaba qofku u sameyn karo same time inay shabta salaad ay ku dukadaan masjidyada waaweyn ee Maka ee Madiina cunugu waxaan doonaa isagoo niyad u ahay inuu dib ugu soo laabto waxbarashadiisa insha Allah waxaana ajasiga keliya ee runtii isku dayay in labada dhinac ay buuxsadaan meenis in ay markaasi caruurtan ay soo cibaadeystaan isla markaasina fursad aan siino in ay siyaarooyin badan ay tagaan galabihiina ay geeyno ilaa habeenkii goob ay activity ay ku soo sameeyaan insha Allah ilaahi waxaan ka baryayna inta qofada hore noo raacday inuu ilaahi cibaadadeedu aqbalo aniga salaam dhowr asxaabay habeenkan caawa wararkayga national and international news halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararka been kana waxa idinkaga soo gudbinay studiyana ku yaala bariga magaalada London ee waddankan Great Britain ashabi waxa isku dhaafnaa waxa weeye wabila tawfiq assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh